السلام عليكم. شو بالديزات كل عادة معكم، مرحبا بالناس اللي راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا ديزابوني نقول لكم مرحبا بكم في قناة شو بالديزات، قناة اللي نجيب لكم أخبار عن اللاعبين المحترفين، أخبار عن المدرب الجزائري جمال بالماضي، نتكلموا على الفضائح وكشف أسرار وخبايا الصحافة المرتزقة، خاصة الاتحادية الجزائرية الفاشلة نتكلموا عليها. واليوم جينا نتكلموا على لعاب فني، لعاب ابن الجزائر وهو رياض محرز، وكما يقول الاخبار تاعو في مانشستر سيتي، والمدرب تاعو الذي هو معجب بنجمه رياض محرز. يعني اليوم نقولوا بلي غوارديولا، واخيرا بيب غوارديولا يجد الحل الأنسب لنجمه رياض محرز، ويعطي الحل الأفضل للمدرب المنتخب الوطني جمال بالماضي. وكما نعرف محرز كان يلعب في الجهة اليمنى مع المدرب البلاطوات، وشلنا كيفاش مع حليلو كيفاش كان يلعب في الجهة اليسرى، وهو كيما نقولوا حنايا لو بوست تاعو الانسب، المكان الانسب تاعو في الفريق الوطني الجزائري. وزاد اكتشفها بيب غوارديولا، وين غوارديولا رده الى الجهة اليسرى، وهذا الحل من حلول لي بالماضي اللي عطاه نظرة على اللاعب بالماضي. دروك يقعد يتبع كاع اللعابه، يتفرج فيهم، يشوف الخيارات، يشوف كيفاش لعابه، كيفاش كل واحد قادر يرد، قادر يسيب ان بوست الجوال اللي الناس ما كانتش تقار عليه. وين شلنا حليلو بكري كان يخدم مع محرز في الجهه اليسرى، ومن بعد شلنا في البلاطوات بغاو يطردوا في غولي، قال لك رد محرز منا وفي غولي بلاصتو ما كاش. راح صوالح داروهم وين حطموا الفريق الوطني الجزائري. وكما نعرفوا دارها فانيك حليلو، مين كان يلعب محرز في عهد حليلو. وغوارديولا شاف في التدريبات، شاف فعالية كبيرة والعمل الكثير، وفعالية كبيرة في الجهة شافها في محرز، فعالية كثيرة في الجهة اليسرى، وينتظر أن كيما يقول قارعو باش كيما نقولو حنايا واحد الكلمة، ينتفض مع مانشستر سيتي، ويكون نقول لك حنايا يكون جاهز، خاصة وين حنايا نتبعوا الفريق الوطني الجزائري، ويكون جاهز مع الفريق الوطني الجزائري، وهو سوف يكون وهذا سوف يكون بالماضي عنده نظرة على كل لعاب محترف. يشوف خاصة هو بالماضي ما عندوش ركب كما يقول لك تركي نقص في الشخصية تاعو، ولا خدش عليه لعب في مستوى عالي، لعب في مارسي، لعب في اسبانيا، لعب في انجليز، درب لاعبين كبار، لعب امام مدربين، لعب مشي لعب درب، كان قاضب هو مدرب، ولعب امام فرق اللي كانوا قاضبينهم مدربين كبار عالميين. وين شلنا المدرب تاع كيسموها تاع كرواتيا، كان في قطر، وين ادى وصل فينال كوب دي موند. يعني ماشي نقولوا بلي قطر خير من، لا، شوف العامل تاع الانسان، شوف العامل تاع الانسان، شو العامل تاع المدرب كيفاش، ما عندوش تركيبه تاع نقص، ولا عنده اخذت على، نعرف بلي بالماضي يتواصل مع اللاعبين، يعطيهم حريه تاعهم، يعرف كيفاش وقت الصرامه، وقت الضحك معاهم كل واحد، ويعطي حسب العقليه تاعو، يعرف كيفاش يتعامل مع اللعابه. على هذيك نقارعوا في اللعابه، يعاونوا بالماضي، اللعابه اللي غادي يعاونوا بالماضي غادي يعطوا اضافه، ويزيدوا يطبقوا له التعليمات تاعو. دروك اللاعب ما عليه الا تطبيق التعليمات، علاه قلت بلي بالماضي غادي يدي نظره على اللاعبين في الانديه تاعهم، خاطر اللاعب كيجي
غادي ما غاديش بالماضي يعلموك يتريبلي ولا يعلموك جونغلي بالبالو ولا يعلموك كيفاش يجري ولا غادي بالماضي غادي يعطي يجي صح تدريبات خفيفه بصح يحط الشيمه تاعو كيفاش يلعبوا كيفاش يلاقوا يوري لهم نقطه الضعف نقطه القوه تاع لادفيرسير يحط الخطه تاعو اللاعبين ما عليهم الا تطبيق الخطه ويمشوا على حساب الشيمه تاع المدرب هذه هي هذه ماشي ديك سهله بصح لازم ماشي نقول سهله لازم المدرب يكون قاري يكون يهدر بالورقه وستيلو ماشي الاخرى بيتغنيها تاع شوفوا عش قاشا دار فيا لا ماشي هذه غنيه ماشي هذه قال له كنت نتواصلوا بال مكاش هذه سبوره اخويا يهدر معك سبوره نهار اللي جا الكاراس جاب يخدم جاب لهم الميكرو جاب يسيب الميكرو هذه يحاربوا العلم ايه ميكرو هذه الناس قاعد تمشي باللي ميكرو تشري كلش عهد السرعه لا قال اسكو ارسل لهم براوات بغيتو يرسلوا لهم براوات هذه هي حنا نتمنوا الا النجاح لابناء الجزائر اللي يلعبوا في فرق كبيره في الدوريات المحترفه كبيره اوروبيه نتمنوا النجاح المحرز البلماضي كاع اللاعبين وين ما كانوا صحيتو ربي يحفظكم وتحيه الجزائر.